الحمد لله. قلت لها إذا أنت جدا ملتزمة يعني مفروض أنك أنت تقتنعين بأدعوني أستجب لكم، هذه آية قرآنية، تفاءلوا بالخير تجدوه، هذا حديث شريف، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قالت لي إيه صح. قلت لها ويمكن أنا أنصحك أنك تروحين تشترين قصص الأنبياء، في على سيديهات، في أفلام قاعد يطلعونها مدبلجة باللغة العربية جدا حلوة، شوفيها، شوفي عصر الأنبياء شلون كان في معجزات، وأنا متأكدة أن حتى نحن في معجزات، ولكن إحنا مو بهالإيمان العميق اللي نتضرع دعاء لرب العالمين اللي يعطينا المعجزة اللي إحنا نبيها. فقالت نعم. قالت لي شيء وايد حلو يعني حقيقة أنا تأثرت وايد. قالت لي نعم في 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 معجزات، نعم أنا أؤمن بأن هناك معجزات، ولكني أؤمن بأن هناك ابتلاءات. هني أنا استغربت، أن شوفوا التفكير السلبي، أن الإنسان يعني نعم في معجزات ولكن في ابتلاءات. الإنسان الإيجابي شو يقول؟ صح في معجزات، ما يفكر في الابتلاءات. الإنسان السلبي يقول هذا ابتلاءات، أفكر في الابتلاءات. نعم هناك ابتلاءات، ولكن شنو ذنب هذا الطفل الصغير؟ إذن ربما الله ابتلى الله بالتأتأة عشان يعاقب أمه وأبوه. إذن بسيطة العملية، أنا الأم والأب نقعد نستغفر ربنا للنار إلى أن رب العالمين يغفر لنا وتنتهي القضية، ونصوم، نكثر من الصيام كل اثنين وخميس عشان نتخلص من الأعمال أو المحرمات اللي ارتكبناها في حياتنا، وحتى المأكولات اللي أكلناها واللي لا يجوز أن ناكلها مثل الأكل الغير مذبوح على الطريقة الإسلامية في الدول الأوروبية. لما قالت لي نعم هناك ابتلاءات، هني طبعا هني فهمت ان الام جدا 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 سلبيه. هنا طلبت منها انها تكثر من الترديد، عباره انا قررت ان اليوم اكثر يوم انا مؤمنه بشفاء ولدي من التأتأة، تكررها مو أقل من 20 مرة باليوم على فترة لا يقل عن خلنا نقول 40 يوم متواصل. ذكرتني هي حالتها، ذكرتني بحالة أم ثانية نفس الشيء، كانت يعني تخصصها تخصص علمي، نفس هذه الأم يعني علمي، لما نقول علمي يعني منطق يعني لوجيك، 1+1=2، فبالتالي 1+1=2، شلون التأتأة، شلون يتكلم فلوينت، شلون يتكلم بطلاقة من بعد جلستين ثلاث لما أنت تضغطين ضغطات بسيطة على جسمه. نفس الشيء الطفل للأسف الشديد كان جدا مقتنع أن علاجه موجود في هذه الأساليب العلاج، ومن بعد ما ابتدينا معاه بالعلاج كل مرة يطلع من أروع ما يمكن، يرجع من أسوأ ما يمكن. آخر الجلسة الجسم يقول لي الأم، فطلبت من الأم أني أسوي لها جلسة. لما سويت جلسة للأم تبين بأن الأم شاكة من داخلها أن ولدها ممكن يتشافى، وأن لا تعير لهذه القضية أي اهتمام، يعني بمعنى أن كاشتة، يعني تبين له أن هي قاعد تحمسه وتشجعه على أن ثابر على الجلسات راح تشفى، لكنها من داخل يقول خلي ولي مو مهم، لأن أصلاً هذا الأسلوب ما أعتقد أنه راح يشافي ولدي. فحقيقة في عندي الكثير من الأمور مثل هذه، لكن في عندنا اتصال وراح أكمل معكم. سارة حياك الله. دكتورة شلونك؟ حياك الله سارة. يعطيك العافية، ويعطيك العافية على البرنامج الحلو اللي تسوينه. تسلمين حبيبتي. حبيت أسألك دكتورة بخصوص العلاج بالريكي، هل العلاج الطريقة هذه وخصوصا المعتمدة على الخيال، هل الطريقة هذه تعتبر شرعية؟ يعني أو مثلا يعني ممكن الإنسان يعالج نفسه بالخيال بطريقة سلبية، فما أدري هل هي طريقة شرعية؟ يعني الريكي ولا التنويم الإيحائي؟ لا الريكي. الريكي معتمدة على الخيال. الريكي ما يعتمد على الخيال، الريكي يعتمد على الطاقة. أو أوكي ممكن تكون الطاقة. أي. إذن هل والسؤال الثاني أبي أعرف إذا أنا بأدرس العلم هذا شلون؟ هل في دورات هنا عندنا بالكويت؟ طبعًا. في أسئلة ثانية؟ بس تسلمين. شكرًا لك سارة.
طبعا الريكي يعني لعلمك اختصارا بأن الريكي كذلك ما يدرس فقط في الكويت، في جميع دول العالم والكثير من الدول الإسلامية وفي مكة نفسها المكرمة وفي المدينة. يعني أنا أدري أن في ناس في المدينة وفي مكة يسوون دورات بالريكي، وهناك فتوى من وزارة الأوقاف الكويتية تحلل أو شرعت استعمال برنامج الريكي. فبالتالي الريكي نعم هو عبارة عن أساليب استقطاب الطاقة الكونية، ومن خلال هذه الطاقة الكونية نستطيع أن نضعها على جسم الإنسان أو جسم آخر. في كل الأحوال أنا أستغرب يعني من الناس اللي يقولون إن هل يعني هذا يعني شرعي ولا لا، لأن عفوا يعني لا يمكن أن يعني الطاقة الشرانية على فكرة ما عمرها سوت خير. الريكي مو طاقة شرانية، طاقة خيرية، لأن طاقة خير، طاقة ربانية، لأن الريكي حقيقة يشافي الناس من الكثير من الأمور اللي يعانون منها. أنا ما عمري شفت سحر ولا عمري شفت جن حقيقة يعني شافون الناس من 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 أمور مثل هذه. عادة السحر والجن وإلى آخره يأذون، يعني ما عشان يأذون، خاصة الجن الكافر يعني على حد معلوماتي. فالريكي يعني إذا مثلا أنا بستعمل الريكي عشان أأذي شخص، ما ممكن أنا أقدر أأذي هذا الإنسان، ما ممكن. إذن الريكي مثل ما قلت لكم هو مشرع، وفيها فتوى من وزارة الأوقاف الكويتية، أنا موجودة عندي بالجريدة حاطتها في مدخل المكتب. ونعم يدرس الريكي في الكويت، وتستطيعين أن تلجئين إلى الكنترول أو إلى الإيميل مالنا اللي هو dr.muna@alshahad.tv عشان نعطيك أماكن تدريس الريكي في الكويت. أعتقد أن هذا هو كان السؤال، ما أذكر كان في سؤال ثاني، ما أدري إذا كان في سؤال ثاني، ولكن أعتقد أن هذا هو كان السؤال. إذن نرجع مرة ثانية إلى تأثير الأم السلبي على الأطفال، ومثل ما قلت لكم أنه ضروري جدا أن الأم تقدر تنظف نفسها من المشاعر السلبية. هناك أمهات كذلك يأثرون على أطفالهم تأثير جدا سلبي، لدرجة أنه ممكن الطفل يلا صرع، يعني صرع بسبب الأم، غريبة هذه. نعم، من خلال الاختبار العضلي تبين بأن كسوبورت في نهاية أو هومورك كنهاية الجلسة واجب لازم يسوي، أنه والله الأم لازم مثلا يشتغل على الأم، لأن عصبية الأم الزايدة هي اللي تخلي الطفل يفقد التواصل مع العالم ويلجأ إلى عالم آخر اللي هو عالم التشنج. وحقيقة هذه نفس الشيء، أم نفس الشيء عندها طفل في عنده صرع، وتبين بأن شرب الكثير من المشاعر السلبية أثناء فترة حمل الأم لهذا الطفل، وتبين بأن الأم جدا عصبية والأب جدا بارد لا يتحمل أي مسؤولية، وهناك خلاف دائم بين الأم والأب. والطفل لاحظ أو لاحظنا أو الأم لاحظت أن كل ما هي تمر في مشاكل قوية بين الأب وبينها وبين الأب أو مشاجرات أو إلى آخره، كلمة بعدها مباشرة يصير في حالة صرع أو تشنج عند الطفل. الشيء الطريف أنها ودت ولدها عند شيخ دين، والشيخ الدين بدون ذكر أسماء قال لها، يعالج بالقرآن، قال لها ولدك علاج ابنك بإيدك. يعني بمعنى إذا أنت قررتي أن تتعالجين من الغضب ومن طريقتك الولد راح يصير بحالة أفضل. طبعا نفس الشيء أنا قلت لهم إن العلاج بإيدكم، لازم نشتغل لكم اثنيناتكم عشان نساعد الولد إنه يتخلص من النوبات الصرع، لأن نوبة الصرع معناته هروب من واقع، الإنسان ما يقدر يتحمل هذا الواقع المؤلم فيهرب من هذا الواقع.
وآخر مرة مرت عليه نوبة صرع جدا جدا قوية ويا بولي طفل، تبين أن وقتها أمه كانت جدا جدا زعلانة وكانت جدا حزينة وزعلانة ومصرخة إلى آخره، لأن أهل